صباح الخير وصباح الورد والياسمين على كل مستمعات لالا مولاتي من داخل وخارج المغرب. كنتمنى لكم دائما صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامج المراه بامتياز. لالا مولاتي دائما ان شاء الله مع فقرات متنوعه كلها افاده. اليوم من خلال شيوات لالا مولاتي غادي تشارك معنا المستمعه فاطمه الشافعي واللي كنشكروها بزاف، غتشارك معنا باقتراحات وهي تبارك الله من بين السيدات اللي كيتواصلوا معايا دائما في الواتساب وكيبعثوا لي باقتراحات اللي نتقاسمهم مع المستمعات، ومن بين السيدات اللي دائما كيدخلوا الخضر والفواكه يعني في جميع الامور، كيركزوا على حويجات اللي هما بلديين بحال الشعير يعني بحال الدقيق ديال القمح وغيرهم من الحويجات اللي هما طبيعيين وكتوظفهم بواحد الطريقه اللي هي زوينه بزاف. فاليوم غادي نتقاسموا معكم كثير من الاقتراحات ان شاء الله، وما تبقى نعطيوه في حلقات مقبله. غادي نتعرفوا كذلك على شكون المستمعه اللي ربحت معنا في المسابقه اليوميه، واللي كل شهر من خلال هذه المسابقه كتمنحكم الفوز بطاقم ديال الذهب. وكنتمنى حظ سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي ورفقه خبيره الشعر والتجميل حوريه شويه. غادي نعرفوا معها اهم الوصفات الطبيعيه التجميليه واهم الزيوت اللي هي مناسبه للتدليك خلال فصل الشتاء. فكنعرفوا لانه خلال البرد خلال فصل الشتاء يعني كيجينا البرد بزاف، بزاف السيدات كيبغيو انهم يصيبوا زيوت او لا على الاقل يعرفوا شنو هما الزيوت الطبيعيه اللي ممكن انها مثلا تسخن لهم يعني الجسم ديالهم تدفيهم. هذا من جهه. غادي نتكلموا على الزيوت المناسبه للتدليك، على كريمات يعني كيفاش نصيبوا كريم في الدار وندهنوا به الجسم ديالنا، وكيفاش نديروا مساج، كيفاش يكون التدليك. وحتى انتم مستمعينا الى عندكم اي فكره على مثلا بغيتوا ديروا شي زيت المساج او لا زيت ديال التدليك او لا شي كريم فيه بعض المكونات سمعتوها مثلا وبغيتوا على انه خبيره الشعر والتجميل يعني حريه شويه تصحح لكم هذه الامور، فحاولوا انكم تواصلوا معنا ونجاوبوا على كل تساؤلاتكم التجميليه ابتداء من 11 ل 12 على 05 22 88 00 60 61 62. غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا لاولى فقراتنا شهيوات لالا مولاتي. ترحاب وتحية صباحية لكل مستمعنا الأوفياء وخاصة العاد التحقوا بنا اللحظة. غادي نمشيو مباشرة شيوات لالا مولاتي عند المستمعة فاطمة الشافعي، وغادي نتعرفوا جميع على الاقتراحات والشيوات اللي غادي توجد لكم اليوم معنا. فاطمة ألو. ألو صباح الخير. صباح النور. لاباس عليك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. تحياتي ليك، شكرا للاستضافة. بارك الله فيك، نهار كبير هذا اللي سمعنا صوتك على خير، ومرحبا بك بزاف لالا فاطمة. بدون استثناء. الحمد لله، مرحبا بسلامك. شي لاباس؟ كل شيء بخير الحمد لله. اي والله ومالك الحمد. مرحبا لاله فاطمه. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، نبداو ان شاء الله. اييه ان شاء الله. نتمنى المستمعات يستافدوا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. عندي واحد المخيمرات. اييه. نديرهم كندخل القرعه الحمراء فيهم. اييه مزيان. واخا نبدا عندي 250 غرام ربعة ديال القرعه. تكون فوره وتنمعكها. عندي 200 ربعة ديال الدقيق ديال الفينو، ربعة ديال الفورس، معلقة صغيرة ديال السنيدة، معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، جوج معالق كبار ديال ياغورت طبيعي، هذا كيساعدو باش تيجي هشيش. أييه. باش تيجي تيتقطع. شوية ديال الملح. المهم تنخلطو الجميع مزيان، تندخلو ديك القرعة اللي معكنا مع داك الفورس وداك الفينو، صافي تنكوها مزيان كي العجينة كتكون مرخوفة بحال العجينة ديال السفنج. أييه، وفيها المدافي، شوية المدافي. ضروري المدافي. أييه، واخا باش المستمعات. عندنا الخميرة ضروري. أيه. المدافي. واخا. وتنقطعوها قريصات. صافي تنخليهم تيخرجو وتنمرمدوهم في السميد بالفينو هذا وتنطيبوهم. تيجي واحد لوكو فيهم زوين وتيجي اللون المخامر برتقالي. ايوه هادو كيطيبو في المقله الثقيله. في المقله الثقيله. واخا. تنطيبوهم في المقله الثقيله. مخيمرات بالقرعه الحمراء. برتقالي. ايوه. يعني تنوكلوا الدراري الخضر بواحد الطريقه فنيه. فعلا هادشي اللي كاين. واخا تديرها غير في الكسكسو ولا هذا ما كتكاش، واخا تديرها في اليسوب ولا هذا ماشي ما كيبغوش يشربوها. مرة كتدخليها لهم بشي مسائل اللي ما كيعيقوش هذا. عندك الحق فعلا، الله يعطيك الصحة، هادو يجيو زوينين. كيجيو فنين. غندوز لواحد تشيز كيك بالقرعة الحمراء. واخا، إذا سمحت لالا فاطمة نعطيو الاقتراحات غير بشوية المقادير باش المستمعات، لأنه راه ماشي كلشي كيكسب. ما تعويطة. لا إن شاء الله. غنقصو شوية من السرعة إن شاء الله، يلا. إن شاء الله، يلا.
نعاود المخيمرات ولا؟ يلا ماشي مشكل، شوفي من انا غادي نعاودهم ان شاء الله. انت عطيه تشيز كيك باش من يلا نمشيو شويه. يلا عندنا ثلاثه البيضات، ايه 50 غرام ديال ثاني باكات، كاس ديال سنيده، ايه عندنا ربعه ديال القرعه مفوره ومطحونه، عندنا معلقه صغيره نتاع الفاني او ساشي فاني، ايه معلقه صغيره نتاع النشا، 600 غرام ديال الجبن، داك الجبن اللي في الحك، ايه معلقه صغيره نتاع القرفه، وربع معلقه صغيره نتاع السكينجبير، وشويه ديال الكوزه، ايه وشويه ديال الملحه، وفي سميتو كناخذوا واحد 150 غرام تاع البسكوي داك الاحمر والخضر، كنهرمشوا هكاك صغير شويه، ولا اللي بغى يطحنوا يطحنوا، برا انا كنهرمشوا مرة كنطحنوا، ايه مع نص كاس ديال الزبده مذوبه، ايه المهم تناخذوا داك البسكوي داك 150 غرام. واخا غتعاودي لنا المقادير لا فاطمه، الله يجازيك بخير، اسمحي لنا. واخا عندنا في تيج كيس القرعه الحمراء، ايه بالقرعه، ثلاثه ديال البيضات، 150 غرام تاع سنيده، ربعة نتاع القرعة مفورة ومطحونة، صاشي نتاع الفاني، معلقة صغيرة نتاع النشا، 600 غرام تاع الجبن، معلقة صغيرة نتاع القرفة، ربع معلقة صغيرة نتاع سكينجبير، شوية الكوزة، تقدري تقعك غير شوية خفيفة، الملح، و 150 غرام نتاع البسكوي مهرمش صغير، و 70 غرام تاع الزبدة، يعني ما يعادل نص كاس. الطريقة على لاباس انا معايا؟ اييه متبعين معاك. بالنسبة للطريقة تفضلي. كناخدو داك البيسكوي مع الزبدة تنخلطوهم وتنطاليهم في داك المول. لبسوه المول اييه. لبسوه المول كقاعدة من تحت اييه ديال التشيز. وتناخدو داك ثلاثة البيضات مع السكر سنيدة والفاني والنشا داك الجبن والقرعة مفورة معوكة تنطربوهم مزيان وتنضيفو لهم دوك التوابل هكداك ايه وتنخلوهم فوق البيسكويت وتندخلوها للفران تقريبا ديك ساعة هكاك المهم تخشي العود في داك الخليط ديال القرعة تبان لك قطات راسها راه انا شفت يعني راه موجودة كتولي بحال الفلون ايه بحال الفلون واخا انت جي فيها واحد المذاق زوين كنتمنى المستمعات يجربوها لا لا ان شاء الله غادي يجربوها تعجبهم بزاف تعجبهم مع داك التوابل فعلا عندك الحق الخير لك يعني فعلا لا لا هادشي ما في شك شوف شي حاجه اللي تاكلوها الدراري راه كتعجب الكل هادشي اللي كاين بصح فعلا مع ديك القرفه والسكينجبير والكوزه راه غادي تجي زوينه واحد المذاق زوين اييه واخا غندوز لواحد البغي راك انت شفتو داك الدقيق والخميره البلديه فيه جوج كيسان ونص نتاع الدقيق الكامل بنخالته جوج كيسان ونص نتاع الدقيق بنخالته ثلاثة الكيسان ونص نتاع دافي كيكون طايب شوية حيت الخميرة البلدية كيخصها شوية ديال ماشي بحال الأخرى قلتي لنا ثلاثة الكيسان ونص ديال الما دافي ياك؟ إيه أييه وجوج خمارات وقبيصة المليحة والخميرة البلدية كديري جهد هكاك ثلاثة المعالق ولا المهم تاخدي داك جوج كيسان تاع الدقيق والماء كتخلطيهم مزيان في واحد البانيو ضروري خصك تخلطو في البانيو وعاد ديرهم في الفطور واخا وتضيفي شويه الملحه بغيتي تضيفي معلقه صغيره ثاني داي ما كاينش ملاش والخميره البلديه كطربي مزيان داك سميتو المهم كتعرفي الخليط ديال البغريت ماشي ما يكونش جاري ما يكونش ثقيل بين وبين وتضيفي ديك جوج خمارات وهذا السر ديالو خصو يخمر ايه واخا يكون في واحد المكان دافي باش يخمر وتطيبيه وبالصحه والراحه ايه مع ديك اللوغو ديال الخميره البلديه كيجي فيه المذاق زوين فعلا اللي تيضروا البغرير ديال الطحين والفرس والسميده اللهم ايه كيتشهى اللهم يدير ديال القمح بنخالته والخميره البلديه كذلك بتشيشه بغرير بتشيشه ايه تفضلي عندنا كذلك تاخذي جوج كيسان ديال التيشه هذاك التيشه الا باغيه ديري البغرير هكا في العشيه وهذا تكون مصبقا في الصباح راه متزكاها مرطباها واخا تاخذيهم تتفزكيهم الماء المهم كتغطيهم حتى كي اييه يرطابوا مزيان كتكون متزكاها ملي كتبغي باش تصاوبيه كتاخذيه كتصفيه من داك الماء كديريه في بانيو ديالك ومع كتضيفي واحد كاس نتاع الفورس وخميره هكا فوريه واحد المعلقه
وشويه ديال الملح والماء دافي. المهم كتخلطي داكشي مزيان، كطربيه مزيان، وكتضيفي داك جوج خمارات صافي وكطيبي. هذا كطيبي، هذا كيجي بحال ديال السميد. المهم هو ضروري انه ديك التيشه نرطبوها على تيساع. هذا باش تخلينا باش تساعدنا في هادو جوج الانواع ديال البغرير، بوحده بالتيشه والثانيه يعني بالقمح من خالته. عندي حريشات بالشعير. اييه. عندنا نص كيلو ديال الطحين ديال الشعير. كاس نتاع الفرن. شويه ديال الملح. اييه. شويه ديال الكمون الحبوب. جات معلقه صغيره هكاك ديال الصغيره ديال البطال. شويه ديال الزعتر. جوج دروس نتاع الثوم. شويه ديال الزيتون هكاك اسود مقطع. اييه. كاس نتاع الزيت البلديه. المهم كتاخذي داك الطحين ديال الشعير كيلو مع كاس نتاع الفورس مع قبيصه المليحه مع شويه مع داك الكمون حبوب. كتخلطي هذا مع الخميره ديال الدار مع شويه الزعتر وجوج ديال الدروس نتاع الثومه محكوكين وداك الزيتون الكحل كيكون مقرب. وتضيفي لهم داك الزيت البلديه. المهم كتخلطي كلشي بشويه بالماء دافي، كتخلطيهم وكتقطعيهم قريصات. كتاخذي السميده ديال الشعير، ديك السميده الشعير رقيقه. وكتقرصيهم، كتاخذي تقرصي بهم. اييه. وكل وحده كتقرصيها بداك السميده الشعير. السميده ديال الشعير صافي. وكطيبيهم في المقله. وملي كيطيبوا كدهنيهم بالزيت العود. اييه. راه كيجيو فنين هادو. هادو زوينين. كطيبيهم حتى في الفرن، كديريهم في اللاطه بحال دوك الحرجات نتاع السميده. فعلا. كديريهم في اللاطه وكتدخليهم الفران، ملي تيخرجوا تدهنيهم بالزيت العود وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه. وفعلا داك الشعير كيجي زوين بالكمون حبوب وبالزيتون الكحل، كيجي زوين. يلاه يعطيك الصحه. تبارك الله عليك الله فاطمه. مشكوره جدا، يعني اقتراحات كلهم فيهم حويجات اللي هما صحيين. صحيين. اييه. ندوز لواحد الكيك بلا سكر. واخا. عندنا كاس ونص تاع الحليب، ما يعادل 4 لتر تاع الحليب. كتاخذيه كتدفيه وكديري فيه ديك الفواكه الجافه. عندنا في كاس مخلط ما بين برقوق مقطع وتمر مقطع وزبيب. تديريهم في داك الحليب اللي مغلي، كتخليهم كيطابقوا فيه. كتاخدي جوج بيضات كطربي مع نص كاس نتاع الزيت هادي بلديه وروميه مخلطين، قبيصه د الملح، صاشي د الفاني، وجوج كيسان تاع الدقيق الكامل، ومعلقه صغيره تاع الخل، وجوج خمارات حمر. المهم ملي كتخلطي داكشي كديريه في الميك، كتكوني ديجا بعد داك الحليب راه طاحنا داك الفواكه اللي فيه. ديك كاسونس ديال الحليب قلتي لنا مغلي ومرقد فيه. دوك الفواكه اللي مرقد فيه. ملي ترقد فيه داك التمر والبرقوق والزبيب نطحنوهم. التمر والزبيب. نطحنوهم ياك قلتي لنا نطحنوهم. وجوج بيضات. وجوج بيضات قلتي لنا في المقادير، جوج بيضات ونص كاس ديال الزيت البلديه والروميه مخلطين. مخلطين. قبيصه د الملحه وساشي د الفاني. وطحين ديال القمح نتاع الدقيق الكامل. هذه الدقيق على حساب البيض. أيه. ما يمكنش انا تقريبا كتهجلي جوج كيسان دقيق مستمعات على حساب لا غير اشنو كتدخلي فيه؟ ما كديريش فيها الفورس، غير القمح. لا غير القمح. واخا هادشي اللي بغا نعرف. جوج كيسان ديال الدقيق ديال القمح الكامل، وكيف ما قلتي على حساب الكيكه يعني تجمع تتجمع لينا، وجوج خمارات ديال الحلوه. في معلقه صغيره نتاع الخل وجوج خمارات حمر. اييه واخا. كتخلطي الكل كديريه في المول ديالك. المهم كتاخدي عاود كتاخدي دوك لي فرويت كتقطعيهم، واللوز مهرمش، وشويه الزيت مقطع، والقرقاع مقطع، والشوفان، والزنجلان، هادو كلهم هادو كتخلطيهم، هاد الفواكه الجافه كتخلطيهم كاملين، وتدردريهم فوق الوجه نتاع الكيكه. اييه. وتدخليها تطيب بالصحه والراحه. راه كتجي الله يعطيك الصحه. والله جربوها، بشحال من وحده عطيتها لها وجرباتها. تجي زوينه فعلا. ومع هذاك الطحين ديال القمح الكامل مع هذوك الفواكه اللي درتيهم مع الحليب لداخل، وعاد زينتي من الفوق شويه الزنجلان والشوفان والفاكهه. بالفواكه. أيه. من الفوق. واخا. كتزين بالفواكه. ندوزو للفقاص بالخيزو. اييه. عندنا في 6 البيضات. جوج كيسان تاع الزيت. اييه. جوج كيسان تاع سنيده.
صاشي الفاني ولا الروح ديتين ولا نكهه جوج كيسان تاع جزر محكوك خيزو كتكوني ديجا محكوك في الحكاكه الغليظه يكون باين محكوك كتعصري من الماء لا كتدخليه كتخليه بالماء واخا كتخليه بالماء ديالو اذا بالماء ديالو المهم كتاخدي داك ستاد البيضات كتقربيهم مع جوج كيسان تاع سنيده وجوج كيسان تاع الزيت والفاني تاع الفاني وتضيفي داك جوج كيسان تاع الجزر المحكوك وقبيصه د الملح هذه ضروريه خلاص الاول كتكون مطربه مع الذوق صافي وتضيفي الطحين المهم الطحين على حسب الكافي يجمع لينا وتتكون تضيفي لها وهذا وتطيبيها وتديري هكا حرابل حريبلات اي هاد الفقاص حرابل ملي كيدير داك نص الطيبه وهذا كتخرجي كتغطيه تتخليه حتى هذا وتتقطعيه ايه تيبرد ويتقطع كيك وتتولي كتحمر وندهنوه كتدهن ضروري ايه باش المستمعات لربما تكون شي وحده يلاه تتعلم الفقاص لا 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 هذا المهم كديري حرابل ايه وكتهني بصفر بيضه ولا كل واحد باش تيدهن ولا هذا بنسبه قهوه سريعه الذوبان ولا الكاكاو مع شويه الحليب واصلا انا في هذا عندي هذا الماء الجزر كنتعل به ايه حتى هو تعطي اللون عندك الحق فعلا كيعطي اللون كنضيفه مع صفر بيضه ولا هذا وكندهن به كيعطي اللون حتى هو المهم كديريهم تصفيهم في اللاطه وكديريهم الطياب المهم راه غير الواحد هذا السر تاع الفقاص هو انها تكون العجينه مرخوفه والفران يكون بارد و تيكون غير تشوفيه شد راسو هكا من الفوق وشد راسو صافي تخرجوا السيده وتغطيه طالع حتى هذا تغطيه بشي زيت وتخليه حتى لديك العشيه هذا تقطعو تردو راه تيجي واحد هذاك اللوغو ديال الخيزو هذا تيجي بنين كيجي زوين بارك الله عليك لا فاطمه الله يعطيك الصحه مازال الوقت لا مازال الوقت واخا ايوا ندوزو للفقاص ديال الدقيق الكامل ايه فقاص بالدقيق هذا ديال بدون سكر ديال صحاب الريجيم ايه فعلا واخا مزيان مزيان عندنا ثلاثة د البيضات كبيسة د الملح كاس صغير نتاع الزيت البلدية معلقة كبيرة د العسل اللي بغا يديرها اللي ما بغاش بلاش ولا كانت العسل الحرة اصلا ندير واحد معلقة كبيرة ماشي مشكل ايه معلقة كبيرة نتاع زريت الكتان معلقة كبيرة نافع حبة حلاوة شويه د اللوز مهرمش شويه د القرقاع مهرمش وجوج معالق كبار نتاع الجنجلان وشويه د الزيت كيكون مقرب ديجا راه مرقد طبيعي تقرب ونص كيلو نتاع الدقيق تخلي نص كيلو ديال الدقيق ديال القمح زايد واحد معلقه صغيره هكاك د الخل وخماره وحده اييه نعاود المقادير واخا لو سمحتي واخا هذا الفقاص الدقيق الكامل ما فيهش السكر فيه ثلاثة د البيضات قبيصة د الملح كاس صغير نتاع الزيت البلدية معلقة كبيرة نتاع العسل معلقة كبيرة نتاع زريعة الكتان معلقة كبيرة نافع وحبة حلاوة شوية د اللوز مهرمش وشوية د القرقاع مهرمش وجوج معالق كبار نتاع الجنجلان شوية د الزبيب كيكون مقطع راه كيكون ديجا مرقد وتنضيفو نص كيلو نتاع الدقيق المهم هذا الفقاص تتكون العجينه مرخوفه على حسب وتنضيفو الخماره مع معلقه صغيره نتاع الخل اييه صافي حتى هذا تنصوبو الحرابل وتندهنوه بصفر بيضه مع شويه الكاكاو هذا وتندخلو تيدير ديك نص طيبه وتيبقى حتى للعشيه ولا هذا وتنقطعو وتنصو تيتحمر وبالصحه والراحه تيجي زوين ما تفهمش فيه واخا ما كايناش فيه ديك الحلاوه كيجي زوين الله يعطيك الصحه لا فاطمه غادي تخليك معنا غنتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا نعطيو المستمعات ان شاء الله الطريقه ديالك كيفاش يعني كتجمعي القشور ديال المندرين وديال الليمون وكتيبسيهم وكديرهم كمعطر البيت واخا يلا خليك معنا البنك الشعبي كيتمنى لكم سنة سعيدة وكيقدم لكم عرض خاص باش تخلص الفينيات ديال سيارتك. البنك الشعبي سهل مأموريتك، خلص في أقرب وكالة ديال البنك الشعبي. أما إلا كنتي كليان يمكن لك تخلص حتى عبر الشبابك الأوتوماتيكية أو باستعمال الخدمات الإلكترونية بحال بي باي، بوكيت بانك وموقع الشعبي نت. مع البنك الشعبي خلص الفينيات ديال سيارتك وفوز بواحد من 500 جهاز جواز الخاص بلوتوروث. عرض صالح إلى غاية 31 يناير 2019. البنك الشعبي بنك من أجلكم.
هنيئا للفائزين بقسائم شراء المهدات من جميع. والفائز بالعمرة الأولى سعد أبو عزة من مدينة الرباط. أبو العزة سعد من مدينة الرباط، ما كنتش نهائيا كنحلم بهذا الفوز. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. والمسابقة مازال مستمرة للفوز بالعمرة الثانية والمفاجأة الكبرى، شقة في وسط مدينة الدار البيضاء، مهدات من طرف مشروع أنوار المستقبل. للمشاركة بعتوا بكلمة ماد غاديو في رسالة قصيرة SMS للرقم 5080. والمزيد من المعلومات التحقوا بنا في الصفحة الرسمية لماد غاديو فيسبوك. حد سعيد. إذا نكملوا مع فاطمة، ومشكورة جدا على كل هذه الاقتراحات الصحية اللي قدمت لنا. نتمنى أنكم تجربوهم، مقادير سهلة وبسيطة جدا وطريقة مبسطة. غادي نمشيو للاقتراح ديال استعمال ديالك ديال القشور ديال الليمون والمندرين. المهم تناخذ الليمون كيكون ديجا خصو، المهم تنغسل مزيان، المهم ديال القشور تناخذهم وتنيبسهم. أنا أصلا تنديرهم غير حدا الفرن، عندنا الفرن العواد. اي دغيا تي نشفو كيجي الباك ديال الفرن، تنشرهم هكا مزيان الزيت ولا لاطا، وتنخليهم حتى تيتقرملوا بوحدهم. اييه يعني الا كندخلهم الفران كيوليو كيتحرقوا ولا بحال هكا، تنخليهم غير تما حتى كينشفوا مع العافيه ديما تتكون واضح حتى كينشفوا. المستمعات العاديين غادي يدخلوهم الفران يردوا لهم البال، ولا يطفيو الفران وهو مازال سخون. اييه اما عافيه مهيله عندهم حتى العواد ولا الفرن، يدخلهم غير الفران وتكون العافيه مهيله وخليهم يضربوا ويحركوا. هادشي اللي كاين واخا بداو يحركوا داك القشور مزيان حتى كيقصح، وكنطحنهم وتناخذ هكا كميميسات هكا كيكونوا منفسين. دوك الكميميسات ضروري يكونوا منفسين. اييه ديال كيكون فيهم بحال المسلين لورغانزا ولا هذا، تيكونوا محلولين بحال ليبر. واخا كنديرهم بلاكارات، كنديرهم هكا في لي بلاكار. المهم اي بلاصه، ولا كنخلي غير هكاك في واحد سميتو في واحد التمصيل كيعطي ريحه زوينه للدار. ولا مرات تتكون شي ريحه كاري هكا بشي حاجه في الدار، ولا بشي حاجه شي حاجه بحال الحوت ولا فهمتي، وكديريهم في هذاك في المجمر وتيعطيو الريحه غزاله. اييه يعني في المجمر كنديرهم هكا في الوسيد، وكل عام كنبدلهم لان هادو كيكونوا عاود قدام والريحه مشات عاود نزيدو. اييه تبارك الله، المندرين والليمون موجود عاود. يعني دابا هذاك القشور ديال الليمون والمندرين ملي كتبسيهم مزيان وكطحنيهم تديرهم في اما في كميمسات هكا وديرهم في الوسط ديال المخدات بلاكار، يعني مع المانطات مثلا، وكديريهم مثلا ديك الريحه ديال الغموليه وهذا مزيان، وكديرهم بحال دابا في طبيسيل وتحطيهم فوق الطبله وكيف ما قلتي لنا، ولا كديروهم في المجمر وهذاك الدخان ديالهم كيعطي داك الريحه ديال الليمون. الريحه ديال الليمون يعني كتعطري البيت بطريقه طبيعيه. الله يعطيك الصحه. طبيعيه طبيعيه. تبارك الله عليك. الله فاطمه الله يبارك فيك. باقي الوقت نعطيك واحد الشيبس للاطفال. يلا واخ واخ على شيبس الوليدات. اييه مزيان. عندنا ثلاثه نتاع الدقيق، ثلاثه نتاع الذره، دقيق الذره. اييه وشويه ديال الملح وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الكمون ومعلقه صغيره نتاع بصله غبره ومعلقه صغيره نتاع ثوم وجوج معالق كبار نتاع زيت العود زيت البلديه ومعلقه صغيره نتاع سنيده. المهم داك الخليط كنجمعو بالماء بارد، كنجمعو مزيان وبحال الا تنعجن شي مسمن بحال هكا فهمتي، وتنعملهم قريصات وكل قريصه كنشرحها. المهم كتبس كديري قريصه بحال الشكل ديال داك تنطير. اييه اييه بحال هكاك. المهم كل قريصه كنسرحها بيدي هكايا وتنطيبها في المقله، غير كدير ديك نص طيبه ما كطيبش، كتبقى بيضه غير كدير ديك نص طيبه هكا باش تشد راسها فهمتي. ملي كنجي كنكملهم كاملين تنقطعهم شرائط، ديك القريصات هذوك اللي سرحت كاملين كنقطعهم هكا شرائح وتنولي تنقطعهم مثلثات. اييه وتنفرش واحد البابيي فوق اللاطا وتدهنو بالزيت وتندير لهم شويه معلقه كاك الزيت باش تندهنهم وتنديرهم في اللاطا وتندخلهم للفران. غادي يجيو بحال تماما بحال داك، وكيجيو احسن منهم الصراحه يعني بهذه الطريقه. يعني اييه هادو يعني كتقاديها تعجنيها الدقيق ونص زلافه ديال الدقيق تاع الذره وشويه ديال الملح الخرقوم وشويه ديال الكمون ومعلقه صغيره نتاع بصله
غبرة ومعلقة صغيرة نتاع الثوم غبرة وجوج معالق كبار نتاع الزيت بلدية ومعلقة صغيرة نتاع الفانيلا. المهم هادشي كنجمعو بالماء بارد بحال الا تنعجن شي سمن بحال هكاك وتنعملو قريصات صغارين وكل قريصة كنسرحها وتنطيبها تنديرلها في الطيبة ملي تنطيبهم كاملين تنجيبهم تنقطعهم هكا دي مغصوة كشرائط وتنولي كنقطعهم مثلثات ايه صافي وتنديرهم في اللاطة وكندهنهم شوية غير بشوية الزيت وتدخلهم باش كيجيو مقرمشين كيجيو مقرمشين كرملين ايه هذا الشكل الأول الله يعطيك الصحة وعندي بحال هذاك هذه بلا ما نذكر الاسم هذيك اللي كتكون منفوخة هذيك شي بتل منفوخة ايه حتى فيها تندير فيها جوج كيسان تاع الذرة ومعلقة دقيق ديال الذرة الخميرة معلقة صغيرة تاع الخرقوم ومعلقة صغيرة تاع التحميرة ومعلقة صغيرة تاع بودرة البصلة ومعلقة صغيرة تاع الثوم غبرة وجوج معالق كبار تاع الزيت بلدية وتنضيف لها واحد البيضة وجوج معالق كبار تاع النشا وشوية الملح المهم تنخلطو بالماء الخليط كيولي بحال الكيك فهمتي الخليط كيولي بحال الكيك وتنجيب داك الكيس داك لابوش نتاع البلاستيك داك الكيس البلاستيك داك جو طابل بحال هكاك وتندير واحد الطقيبه هكا صغيره من التحت صافي وتندير الزيت كتسخن وكندوزو في هذا وكنبوشي بسميتو وتيتقلاو بالصحه والراحه كيجيو بنان كيجيو منفوخين بحال هذوك يعطيك الصحة غادي يبغيوهم الوليدات ونصيبو لهم في الدار الله يعطيك الصحة ولينا خص ضروري خصنا نديرو البدائل أييه فعلا تبارك الله عليك الله فاطمة والله ما سخينا بك وما سخيناش بالاقتراحات والشهيوات اللي قدمتي لنا كلهم زوينين وصحيين اقتراحات ان شاء الله صحية وباقي نتواصلوا ان شاء الله اكيد ان شاء الله بارك الله فيك شكرا لكم وكل ما كيعرف فاطمة الشافعي في بولمان وتبارك الله عليكم يلا وشكرا على الاستضافة الله يبارك فيك شكرا لك بزاف بارك الله فيك علينا وعليك صباحك مبروك يلا وتحياتي كاع من كل كيعرف فاطمة الشافعي والخواتاتي اللي راهم دابا في الاستماع في الديار الألمانية كنوجه لهم تحية وانتم مني وسميحة تبارك الله عليها والطاقم والمستمعات وسلامي الحار للعائشة السعيدي بزاف راه كنتواصل معاها اييه تبارك الله يلا وتبارك الله عليكم الله يبارك فيك الله فاطمة شكرا لك بزاف فاطمة الشافعي مشكورة جدا على كل هذه الاقتراحات والشيوات اللي وجدت لنا والله يعطيها الصحة يعني راه بشكل يومي تقريبا كتبعت لي صور ديال الاقتراحات في الواتساب يعني كلهم ما فيهمش شي حاجة يعني من غير مكونات اللي هي طبيعية ويعني في الغالب كتخدم بحويجات بحال الشعير الدشيشه البلبولة خيزو مثلا الخضرة كيفاش كتدخلهم في كل مرة راه كاين اقتراحات كثيرة غادي نحاولوا ان شاء الله نسقوا معها عما قريب المزيد من الاقتراحات ونتمنى على انكم تكون وصلتكم هذه الافكار ديال هذه الاقتراحات يعني كيفاش مخيمرات دخلت فيهم القرعه الحمراء تشيز كيك بالقرعه الحمراء هذا ضروري ان شاء الله تجربوه الوليدات لانه غيعجبهم بزاف كذلك اللي كيتشهى البغرير ولكن ما تيقدرش على ديال السميده ولا على ديال الفورس هذا يعني بالدقيق ديال القمح بالنخاله ديالو وبالخميره البلديه فنهائيا ما غاديش يضروه وكذلك البغرير بالتشيشه فالله يعطيها الصحه قدمتنا كذلك فقاس بخيزو الاقتراحات اللي بلا سبار كذلك حريشه ديال الشعير بالكمون حبوب وبالزيتون كحل راه اقتراحات زوينين بزاف ونتمنى انكم تجربوهم كذلك حتى داك القشور ديال الليمون والمندرين تبارك الله يعني في الوقيته ديال الموسم ديالو راه تبارك الله كيكون يعني متوفر بزاف وما كاينش شي دار اللي ما كتخواش من المندرين ومن الليمون في هذه الوقيته ديال فصل الشتاء فحاولوا انكم تغسلوهم مزيان ملي كتاكلوا داك الليمون والمندرين وهذوك القشور نخليوهم فوق ما درنا الفران لكم الاختيار كيف ما قالت لعطيها الصحه فعلا عند فران بالعواد يعني راه دغيا غادي تقرملوا دغيا غادي تقرمشوا غادي يقصاحوا دغيا غادي ينشفوا بالنسبه للفران العادي ديال الدوله ديال الكاس واحد صايبنا كيكه ولا درنا الخبز مثلا ولا شي حاجه يا اما نطفيو الفران ونخشيوهم هاد القشور نديروهم في اللاطة ونديروهم في الفران هو يعني طافين عليه ولكن مازال سخون يعني مازال سخون خرجنا الخبز ولا كيكة ونخليوه وعاوتاني في العشية درنا شي حاجة نعاودو نديروها يعني على مدة تقريبا نهار ولا نهار ونص ولا يومين على حسب راه كيكونوا يعني تقرملو كيكونوا صافي يبسو اما الا كنا بغينا مثلا ما طيبنا والو شعلنا الفران غادي نديرو درجة الحرارة ناقصة بزاف باش ما يتحرقوش لينا وديك الساعة نخليو ديك اللاطة حتى كنقيسو هادوك القشور ديال القشور ديال المندرين وديال الليمون كنشوفوهم انهم تقرمشوا يعني ولاو قاصحين ديك الساعة ناخدوهم في الطحانة ديال ان دو تخوا كنطحنوهم نحصلو على بودرة يعني كيوليو غبرة ونديروهم في قرعة ديال الجاج ضروري ماشي البلاستيك نديروهم في قرعة ديال الجاج اللي كتسد مزيان وديك الساعة نبداو نجبدو منهم الكمية غادي نديروها في كموسات
كموسات ونعطرو بهم المخدات راه مزيانين. نديروهم مثلا في مع المانطات ما بين المانطات، نديروهم كذلك في ممكن حتى كيف ما قلت يعني نديرو المجمر ولا هكا بالبخار بالمجمر ونحاولوا انه نرشو شويه من ديك البودره وندوزوها على الدار، نبخروا الدار بالقشور ديال المندرين وديال الليمون، ممكن تزيدوا حتى ديال الحامض راه زوينين كيعطيو على الاقل غادي تدخلي للدار. وخاصه بالنسبه للناس اللي عندهم صعوبه يعني في التنفس كيصعب عليهم انهم يشموا اي حاجه فيها مواد كيماويه، فهذه يعني حويجات اللي هما مصايبين في الدار، قشور ديال الليمون قشور ديال الحامض مطحونين وديال المندرين، ونعطروا الدار بهذه الطريقه، نديروهم في كميمسات ونوزعوهم على الفراش ديالنا. كيف ما قالت مزيانين الغموله يعني غادي يعاونهم البلاكارات، حتى البلاكارات ديال البلاكارات مثلا اللي كنستفوا فيهم الماعن مثلا راه كنديروا زليفه فيها اولا كموسه ولا زليفه كنعلقوها كموسه نعلقوها اولا زليفه فيها الخزامه، فيها الخزامه باش كتمص ديك البروده وما كتبقاش فين كنحطوا مثلا القطنيه وغيره، راه ممكن ديروا كموسه ديال قشور ديال الليمون اولا ديروا زليفه فيها هاد الليمون، وتبارك الله معه هو موجود، فكل مره تكون عندنا فرصه نصايبوه ونطحنوه ونخليه، ونصايبوه ونطحنوه ونخليه. ممكن نديرو مثلا في صاله مونجي نديرو هي زليفه ولا طبيسيل فيه منيدر ونحطو هذاك القشور هكا محطوطين مطحونين، راه كيعطي الريحه. عاد بالاضافه على واحد الحاجه عاد قريتها مؤخرا واللي تاهي مزيانه، هو انه هاد القشور ديال الليمون والحامض وخاصه قشور الليمون، كنتكلم على قشور الليمون، قشور الليمون وقشور ديال المندرين، ملي نديرو هاد الطريقه كاستعمالات يعني مطبخيه ومنزليه راه ممكن نفس الطريقه هذاك القشور اللي طحناه ودرناه في قرعه ديال الدجاج، غادي ناخذوا ديك قرعه ديال الدجاج ونديروا فيها كميه ديال قشور ديال الليمون والمندرين اللي حنا يبسناهم وطحناهم بودره، وغادي نغطيوهم بالزيت العود اولا زيت ارغان ولا زيت نوار الشمس على حسب الزيوت، مهم يكون زيت طبيعي سواء زيت زنجلان اولا زيت لافوكا اولا يعني زيت اللوز اولا زيت ارغان تجميلي اولا زيت البلديه، واحد فيهم نخويو على داك القشور ديال الليمون والمندرين ونغطيو هذيك القرعه بهاد القشور ديال الليمون مع الزيت ونخليوهم واحد تقريبا 4 ايام ولا 5 ايام، كل مره نحركو نديرو في بلاكار اللي هو مظلم يعني ما يكونش ضربة الشمس ونحطوه فوق ما تفكروه يعني ساعه نحركو هذيك القريعه فوق ما ندوزو من حداها نحركوها. من بعد 3 ايام اللي بغي يخليه اسبوع راه مزيان، من بعد هذيك السيمانه او من بعد ديك 3 ايام كاين هذاك الزيت اللي كنحصلوا عليه اللي كيكون بالليمون وبالزيت البلديه ولا على حسب الزيت اللي درنا، داك الزيت حاولوا انكم دهنوا به دابا مع البرد، خاصه اللي عنده اللي كيضروا المفاصل ديالو، اللي كيحس انه مثلا ركبه كيضروه او هذا ماشي كيعالج ولكن كيخفف من هذاك الالتهاب ديال المفاصل، ودهنوا دهنوا الجسم ديالكم به يعني، وخاصه الناس اللي كبار في السن يعني بحال هكا اللي عنده جدو جدته في الدار يحاول يدير هذه الطريقه راه غتعجبهم بزاف وغادي تريحهم بزاف، يعني دهنوا الرجيلات ديالهم كذلك اليدين جيت يعني المفاصل ديال العظام كاملين ديال الجسم، وحاولوا على انكم يعني ويدفوا مزيان بشي تقشرات راهما زوينين بزاف، وديروهم حتى للوليدات يعني هذاك الزيت ديال القشور ديال الليمون والمندرين حافظوا عليه، دابا تبارك الله راه متوفر، وغطيو بالزيت ومره مره حركوه وخليو شي بلاصه مظلمه حتى يطلق مزيان، وهذاك الزيت راه مزيان كيخفف من داك الحريق والتهاب ديال المفاصل وكيدفي الجسم بواحد الطريقه اللي هي زوينه، ومازال ان شاء الله هاد الزيوت راه غادي نديرو حلقه دابا خاصه جدا في التدليك بالزيوت والمساج مع خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ. نتمنى تكون وصلتكم هاد الافكار وتطبقوها ان شاء الله ليكم والافراد الاسره ديالكم بالصحه والراحه. غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره تعرفوا على شكون المستمعة المحظوظة معنا اللي ربحت معنا اليوم منتوجات التنظيف المنزلية. ومعنا مباشرة في اتصال هاتفي المستمعة المحظوظة اللي ربحت معنا اليوم في المسابقة واللي هي كربيد زينب من الدار البيضاء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله زينب، لاباس عليك على خير؟ لاباس عليك الخير الحمد لله. الله يبارك فيك، صباحك مبروك وتبارك الله عليك وعلى المشاركة ديالك معنا في المسابقة. ربحتي معنا اليوم زينب منتوجات التنظيف المنزلية مهداة من اكسيت، وبالإضافة على أن الصور ديالك إن شاء الله راه مشاو مباشرة لسحب القرعة، وإن شاء الله من المحظوظات أنت والمستمعات في نهاية الشهر بطاقم ديال الذهب. إن شاء الله. الله يبارك فيك. كنهنيك بزاف بزاف وشكرا على الهدية. الله يرضي عليك. الله يبارك فيك، مرحبا بك دائما زينب كربيد، ونتمنى ان شاء الله على انه المستمعات يربحوا معنا في نهاية الشهر طاقم ديال الذهب مهداة من اكسيت، وحظ سعيد لجميع مستمعات لالا مولاتي. ضعفوا الحظوظ ديالكم، بعثوا لنا بصور فيها منتوج ديال اكسيت البلاصة اللي نظفتوا فيها
بهذا المنتوج اللي نتوما اختاريتو ديال اكسيت، وحاولوا انكم تصيفطوا لنا هذه الصور بشكل يومي، ضعفوا الحظوظ ديالكم. اكيد على انه كل السيدات تبارك الله عليهم الحداقه ديالهم راه كينطفوا للبيت ديالهم بشكل يومي، فحاولوا انكم تصوروا هذه الاقتراحات وتصيفطوهم لنا على الرقم ديال الواتساب واللي هو 0657870055 0657870055. ويوميا غادي نختاروا مستمعه محظوظه اللي غادي تربح معنا منتوجات التنظيف المنزليه، بالاضافه على انه الصور ديالها كيدوزوا صاحب القرعه، ونتمنى على انه الربح ان شاء الله بهاد الهديه ديال الذهب تكون من نصيب كل مستمعات لاله مولاتي. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال فقرتنا المتنوعه وبحضور خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ. اهلا بك لاله حوريه، مرحبا بك دائما معنا. صباح النور سناء، تحيه ليك ولطاقم برنامج وكل مستمعين ومستمعات ديال ميد غاديو. الله يبارك فيك، دايره مع هذا البرد شويه؟ الحمد لله الحمد لله دوزناها الحمد لله. مازال ان شاء الله مازال ان شاء الله البرد الله يقدرنا يا ربي. اليوم مع هذا البرد نيت غادي نتكلموا على موضوع مهم جدا، ونتمنى ان كل السيدات والمستمعات يسمعوه ويحاولوا انهم يخرجوا بنصائح مهمه وكذلك بوصفات طبيعيه اللي غادي تفيدهم. غادي نتكلموا على التدليك خلال هذا الفصل ديال الشتاء والبرد، وكنعرفوا على انه غالبيه السيدات وحتى الرجال اللي كيسمعونا كيبغيو حويجات يعني ياكلوا شي حاجه اللي هي دافيه، يلبسوا مزيان، يدفاو، وبالاضافه على انه كنمشيو للزيوت وكناخذوا اي زيت مثلا كنبغيو اننا يسخن لنا مثلا الجسم ديالنا، فما بالك الا فهمنا وعرفنا على انه ممكن نصيبوا زيوت او ناخذوا زيوت اللي هي طبيعيه، وكاين بعض الانواع ديال الزيوت وديال الاعشاب وديال الكريمات اللي غادي تعطينا هذيك يعني غتدفي الجسم ديالنا، غادي تسخن كيف تنقولوا يعني المفاصل ديالنا بطريقه اللي هي صحيحه. وعاد نبغيو نتكلموا على الطريقه ديال داك المساج او داك التدليك، ونعطيو نصيحه مهمه للناس اللي عندهم هاد المشاكل ديال المفاصل، ضروري انهم استشاره طبيه، لانه كاين بعض الاشخاص اللي ممنوع عليهم انهم حتى يديروا داك المساج مثلا على حسب الحالات. حنا كنهضروا على العموم، شنو هي الحاجه اللي ممكن انه تساعدنا على داك التدليك اللي غادي يفيدنا في فصل الشتاء؟ بالفعل سناء، هذا الفصل هذا كتكثر فيه الامراض، كيكثر فيه بزاف ديال التساؤلات على الصحه ديالنا، وخاصه حنا اللي مسؤولين، وحنا اللي خصنا يكون اساليب صحيحه اللي نتعاملوا معها مع الجسم ديالنا، سواء كانت تغذيه ولا مساجات. بالنسبه للمساج، غالبا ولينا كنلقاو مؤخرا في المعاهد، ولينا كنلقاو في بعض المراكز ديال التجميل، ان السيده كتبغى تغير النحافات، بغيت يعني تبيض الجسم ديالها، خرجت واحد الفكره ديال التدليك والمساج. وحنا كنعرفوا بان التدليك خصهم يعرفوه المستمعات بان التدليك راه نوع من العلاج، راه ماشي نوع اللي غادي نبقاو نلعبوا به ولا اي مكان نديروا فيه المساج ونديروا فيه التدليك. والتدليك اولا كيكون بطريقه اللي هي خصها تكون صحيحه، اولا بعد استشاره طبيه، ان ما يمكنناش نجيبوا الشخص ونديروا له التدليك وحنا ما عارفينش الاعراض اللي عنده، وما عارفينش المشكل بالضبط علاش باغي المساج، وما عارفينش المكونات اللي يمكننا نديروا بها المساج توافقا مع الجسم ديالو. لان الجسم من حاله ديال المساج المسام كتحل وكيكون مساعد باش ياخذ اي مكون وضعناه على الجسم ديالنا. دابا ولينا كنشاهدوا في الحمامات ان السيده كتقول لك انا كندير مساج، يعني كتجي واحد السيده ما عندهاش دايره بالمفهوم شنو هو المساج، ان انا كتجي كدلك لك في المثل وكتدلك دير لك الدلك بواحد الطريقه اللي هي كتكون قويه وصعيبه على الجسم ديالنا، كيكون عندها اضرار مع المرور ديال مده 24 ساعه، تبان اوجاع، تبان بعض الاحمرارات، التهابات. هذا هو الخطا، وخاصه ملي كيستعملوا بعض الكريمات اللي كتكون كيظنوا انها كتسد الجسم، يعني كيقول لك هذه كتشد الجسم وهذه مبيضه للجسم في وقت واجز. هذا خطا، لان الجسم ما كيتبيضش بطريقه سريعه بالكريمات الا وهي فيها مواد كيماويه اللي كتكون عندها اضرار على الصحه ديالنا. هذه خصهم يعرفوها المستمعات، لان الكريمات فيهم مواد كيماويه، وخاصه ملي كتكون واحد الماده الكورتيزول اللي بزاف ديال الشركات ما كيعطيوش الاعتبار ديال المعايير اللي خصها تكون في الكريمه والاضرار اللي كتسبب على البشره ديالنا وكذلك على الصحه ديالنا. وان كان يعني حنت لربما الناس يسمعونا مثلا اللي كيستعملوا هاد المواد اللي كنتكلموا عليهم، للاسف ما يمكنناش نذكروا، ولكن راه كنظن انهم راه معروفين، راه كاين هاد الانواع ديال الكريمات اللي السيده كتجربها راه كتعطيها داك تفتح البشره وكتعطيها داك التبييض، كتقول لك انا راه فعلا راه نتيجتها يعني مذهله كيف تيقولوا، وراه درناها في ظرف مثلا اسبوع راه لقيت صفى لي البشره ديالي. راه ما كاينش شي حاجه اللي غادي تصفي بطريقه سحريه الا كان فيها شي مواد كيماويه.
بالفعل سنة، لان ملي كنوضعوا واحد الكريمه على الجلد ديالنا، وخاصه حنا عندنا الحساسيه وعندنا بعض الالتهابات اللي كتكون ناتجه على سوء التغذيه، بعد اخذ بعض المواد، بعض الادويه، عندنا امراض مزمنه، كلها كتكون اضرار، يعني كتكون عندها واحد نظره على البشره ديالنا. والنساء دابا ولاو كيمشيو مع ذاك المغريات اللي ولات في الاسواق، لان هذه كتبيض في ظرف وجيز، ما كايناش شي حاجه طبيعيه اللي كتبيض لك في ظرف وجيز الا فيها مواد كيماويه وفيها الكورتيزول. وداك الكورتيزول ملي وداك المواد الكيماويه ملي كتوضع على البشره، النساء انا كنحذركم من هذا المنبر كخبيره تجميل في التجميل في الميدان ديالي، اما مسائل اخرى راه الطبيب اللي كيشخصها. ملي كتعطي واحد الماده على البشره كيوقع ضمور في الخلايا، ويعني ملي كيوقع ضمور في الخلايا ما كيعطيكش الضمور في ديك المده اللي استعملتي فيها الكريمه، راه مع الوقت يعني شهر شهرين كيولي احمرار، كيولي بقع سوداء، كتقول لك انا درت الكريمه صفى لي وجهي ورجعت كيولي بحال الكلف. علاش؟ وقع ضمور، مشاو الكولاجين اللي خصو ينتجو الجسم ديالنا ما عطيتيهش الفرصه باش ينتجو في مواد طبيعيه. الا عطيتيه غير الزيت بلديه ودلكتي البشره ديالك وعطيتي ماء ديال الخضار وعطيتي الشربات وعطيتي عصائر طبيعيه، راه كتجدد الخلايا ديال البشره ديالك، وهي هي كترجع للون ديالها الطبيعي، يعني الميلانين الطبيعيه انت كتقويها بالتغذيه ماشي بالكريمات الكيماويه سيداتي. واخا تشريها بمليون واخا تشريها بجوج مليون، وإلا درتي غير زيت العود في المثال ورقدتيها في اي عشبه في اي مكون طبيعي، راه الزيت البلديه قادره باش تمص كل المكونات اللي ناقصه فيها، وكتعطيك واحد علاج تكميلي، سواء درتي التدليك سواء درتيه ككريمه موضعيه. لذا كنحضركم ان الماساج ما ديروش الا باستشاره طبيه، وعرفوا علاش باغيين نديروا الماساج، لان الماساج نوع من علاج يعني للجسم ديالنا وللصحه ديالنا وحتى الاعضاء الداخليه ديالنا. ما تسرعوش وما تاخذوش يعني اي حاجه بالعشوائيه. كاين اللي عنده لي فاريس شعيرات رقيقه وباقي ما دار استشاره طبيه، وما يمكنلوش مثلا انه حنا كنهضروا على داك الدهن، يعني داك التدليك او داك الماساج اللي صعيب. بالنسبه للعموم مثلا، حنا دابا في هذا البرد كنبغيو حويجات اللي هما دافيين، وغالبيه السيدات كيبغيو انهم ياخذوا مثلا زيت او كريم اللي هو طبيعي ويدهنوا به مثلا المفاصل ديالهم او اليدين ديالهم او مثلا الرجلين ديالهم. فغادي نبداو حاجه بحاجه. بحال دابا بالنسبه للزيوت، شنو هما الزيوت اللي كتشوفي على انهم مناسبين خلال هذا الفصل ديال الشتاء كتدليك، انهم ولو يدهنوا بهم مثلا ويديروا بهم تدليك للبشره والجسم والشعر الفروه ديال الراس؟ هي بالنسبه للتدليك الاخت سناء، حنا كنختاروا دائما زيوت اللي كتكون خفيفه اللي كتسرب للاعماق، اللي كتكون عندها علاج في الجذور ديال البشره، كذلك جذور ديال فروه الشعر. حتى الشعر ما ننساوش بان كنفركو بالتدليك. زيوت اللي هي خفيفه، يعني عندنا زيت البلديه، عندنا زيت اللوز، وخاصه بعض الناس عندهم الحساسيه من زيت اللوز، يمكننا نعوضوه بزيت الجوجوبا، لان زيت الجوجوبا راه موجود في الاسواق وكاين في الصيدليات، كنستعملوا هو كبديل لبعض الزيوت اللي كتعطينا التهابات على البشره ديالنا. الناس اللي عندهم التهابات مجرد ما كيوضعوا اي زيت، كننصحك سيداتي الا خديتي غير زيت العود ورقدتيها ببعض الاعشاب واللي هي اعشاب مرطبه واعشاب يعني خفيفه على البشره ديالنا، كاين اهم حاجه الورد البلدي، عندنا المعدنوس، عندنا القزبور، كاين الزعتر، كاين ازير، هادو اعشاب يمكن لك سيداتي تجيبها وتنقيها، بغيتيها ديريها خضراء احسن، كانت يعني يابسه وطحنتيها مزيان، كاين يعني الطرق مزيانه. الا خديتي في مثل الورد البلدي وغسلتيه نقيتيه ومسحتيه ورقدتيه في واحد القرعه ديال الدجاج، كبيتي عليه تقريبا بحال دابا نص كاس ديال الورد البلدي، كنديروا له كاس ديال زيت العود ولا زيت ارغان، كنسدوا عليه في القرعه ونخليوه مده 24 ساعه قبل ما نستعملوه، نديروا له باماغي وكنوضعوه وكنخليوه واحد المده، حتى ذاك الزيت البلديه عندها واحد القدره هائله باش كتاخذ المكونات اللي هي كتكون عندها يعني علاج فعال في التدليك ديال الجسم ديالنا. والتدليك دائما كنحتاجوا الوقت اللي غندلكوا فيه، ماشي نجيو في المثل انا جيت من الزنقه بان لي تلاقيت واحد السيده قالت لي انا درت واحد الكريمه واحد الزيت وراه ضعفني وراه كيضعف. لا سيداتي، ما تاخذش هاد الفكره بهذه الطريقه وبسرعه وتطبقيها على الجسم ديالك، وشوفي راسك اولا واش عندك شي علاج اللي كتستعملي، شي ادويه، واش عندك شي مضادات كتستعمليها، واش عندك شي دواء كتاخذيه، وغادي تقارن، لان الطبيب اللي كيعطيك واحد الدواء
خصك دائما تسوله تسولو كيعطيك نصيحه ان شنو النوع ديال التغذيه اللي يمكن لي ناكل، واش يمكن لي ندير السكر ولا يمكن لي نقص السكر. هاد المسائل كلها كتكون استشاره. كل واحد مسؤول على الحاله ديالو، عارف مثلا الجسم، قاري الجسم ديالو، عارف شنو ما كيف ما قلتي يمكن انا شي زيت يعني يجي معايا وما يجيش مثلا مع غيري، على حسب كل واحد والحاله ديالو، على حسب يعني التنفس ديال كل واحد، على حسب كل واحد يعني علاش كيتعالج. كيف ما قلتي يا الاخت سناء، انا كنهضر على الكريمات اللي فيها مواد كيماويه، اما الزيوت ما كضرش، الا ما نفعت ما ضرش. هي ما كضرش، ولكن بحال دابا نعطيك غير مثال، بحال دابا انا مثلا الزيت اليزير الا شميته كيجيب لي الدوخه وكتجيني واحد الترويعه وراسي كيبقى يضرني. لا زيت اليزير، ولكن الا شميت زيت الفليه ولا زيت الخزامه ولا زيت النعناع كنرتاح. فكل واحد خاصو يعرف مثلا، لانه تبارك الله كاين زيوت كثيره ولكن راه واحد الانواع كترتاحي فيهم. لا هي الزيوت، الزيوت ما كنظنش انها تدير، واخا طبيعي والله الا طبيعي وما تقدرش، ملي سولت لقيت فعلا انه كاين بعض كتكون داك الحده ديال المكونات اللي كتكون هي اللي كدير الحساسيه. غير هي بالنسبه للزيوت بحال دابا كنهضروا على الزيت اللي كيضر، انك مثلا باش تاخذ واحد الزيت ديال العشبه راه كناخذوا اطنان ديال العشبه باش كنخرجوا واحد الكميه قليله جدا ديال الزيت، وداك الاستعمال ديالها راه كتكون نص قطره ولا غير كنخشيو غير واحد العود في ذاك الزيت ونديروه تقريبا في واحد القرعه ديال زيت العود، راه كافيه باش كناخذوا المكونات ديال الزيت المستخلص الطبيعي من النبته. هذا هنا باش كيكون الخلل، وخاصه ملي كيكون الحساسيه ديال البشره. بالنسبه للاخت سناء ذكرتي على الكريمه ديال التبيض، كما كنقول للمستمعات حذاري من الكريمات الموضعيه المبيضه لبعض المناطق في الجسم ديالنا، وخاصه بعض المناطق اللي كيكون عندها خلل في الافرازات الهرمونيه، يعني ملي كيكون عندنا الافرازات الغدد الدهنيه كتفرز في بعض المناطق وانت كتجي وكدير واحد الكريمه فيها مواد كيماويه، راه كتزيد في التهاب ديال البشره وكتزيد في المشاكل ديال البشره. وهنا دائما انك قبل ما تدير اي كريمه الماساج ولا التدليك الا حتى تتاكدي من سلامه الجسم ديالك وسلامه المكونات اللي كاينه فيها. ما كان صعيب عليك باش تعرف الطريقه اللي مخدومه بهذيك الكريمه ولا المكونات، اجتنبي سيدتي كل هذه والتجئي للكريمات الطبيعيه. كريمات اللي خدينا موجود، اللي خدينا غير زبده الشيا، زبده الكوك، يعني هادو مكونات، هي كريم ديال الاساس اللي يمكننا نضيفوا عليها اضافات طبيعيه من العصاره ديال بعض الاعشاب، من العصاره بعض الفواكه، كنخلطوها وكتكون علاج للبشره ديالنا، لشد البشره، لتبييض البشره، للسرخاء، لاعطاء واحد اللون للبشره ديالنا، لترطيب البشره، لان البشره في هذا الفصل هذا اولا حنا مطالبين باش نعطيوها واحد التغذيه باش كنعاونوا الجسم ديالنا باش يخدم، يعني هنا كيكون البرد شديد، الدوره الدمويه ما كدورش مزيان، حنا باش كنحاولوا نديروا هاد الدوره الدمويه باش تدور مزيان، اولا كنتاكدوا من سلامه الجسم ديالنا اللي كناكد عليها دائما، كنعرفوا علاش الدوره الدمويه ثقيله، مربما يكون نقص في الحديد، مربما يكون نقص بعض المعادن، حنا هنا كتكون دائما استشاره طبيه، وكنمشيو للمطبخ ديالنا وكنختاروا الماكله اللي يمكننا نديروها في هذا الفصل هذا، من حساءات، من شوربه، من العصائر الطبيعيه، من الاعشاب محاليل، يعني كل ليله نديروا محلول الزعتر، احسن عشبه اللي يمكننا نستعملوها في هذا الفصل هذا هو الزعتر، ناخذوه بواحد الكميه معقوله، يعني ناخذوا معلقه ديال الزعتر كنكبوا عليها كاس ديال الماء ونخليوه حتى كتطلق مزيان ونشربوه كل ليله كمحلول، يعني واحد المده ديال الاسبوع، ونوقفوا عاوتاني ونديروا واحد العشبه اخرى اللي هي الخزامه، راس معلقه ديال الخزامه ولا ما كاملهاش كنكبوا عليها كاس ديال الماء ونخليوها حتى كتطلق، يعني كل نهار خلال هذا الفصل كنحاولوا نشربوا هاد الاعشاب على شكل محلول، وما نعسلوهاش ما نحليوهاش بالسكر، نحليوها دائما بالعسل الحر الا كنا مأكدين من العسل الحر، ما كانش نشربوها غير هكا. بالنسبه للتدليك، الجسم ديالنا محتاج للتدليك كل يوم، يعني بزيت طبيعي خفيف، يعني كنديروا حركات دائريه على بعض المناطق في الجسم ديالنا، وخاصه القدمين، باش كنعطيو للجسم ديالنا واحد النوع ديال الاسترخاء، كذلك الدوره الدمويه كدور بطريقه يعني صحيحه وجميله، وخاصه ملي كنتعشاو بواحد العشاء في الليل اللي هو عشاء فيه جميع المكونات اللي محتاج الجسم ديالنا، من البروتينات الطبيعيه، من الالياف، من الفيتامينات. البروتينات كنهضر على البروتينات ماشي الحيوانيه، يعني بروتينات من النباتات، من بعض الفواكه، من بحال الشعير، بحال الزعتر، الشعير بالزعتر، بحال الذره والزعتر، وما نديرولهمش الحليب، نخليهم طبيعيين ونضيفوا اضافات ديال الزيوت. يعني عندنا زيت الكوك احسن حاجه نديروا زيت الكوك، عندنا زيت الكوك طبيعي نديروه في
حساءات، عندنا زيت البلديه، عندنا زيت اركان، كل هذه حساءات كنتعشاو بها مع الشريحه مع التمر، هذه كلها تغذيه كتساعد الجسم ديالنا باش الدوره الدمويه كدور مزيان والخلايا كتجدد من جديد. واخا ودائما يعني في التدليك بالزيوت الا سمحتها حوريه غادي نعطيك بعض الاسماء ديال الزيوت اللي هي طبيعيه مثلا من الخضر والفواكه، وحاولي انك تعطي لانه السيدات اللي كيسمعونا اليوم يعني كل زيت ومن الاحسن الاستعمال ديالو فين يصلح حاجه، واش الفروه ديال الراس، شنو اللي غادي تليق للجسم مثلا، اولا بحال دابا مثلا الا تكلمنا على زيت الحامض. زيت الحامض زيت مبيض للبشره وفيه واحد النسبه عاليه ديال الفيتامين سي، وحنا كنعرفوا بالنسبه للفيتامين سي الجسم ديالنا هو واحد الفيتامين اللي كيحفز انتاج الكولاجين، والكولاجين هي واحد الماده زيتيه اللي كتبقى على البشره ديالنا وكيكون واحد النشاط يعني ما كيوقفش ديال البشره، نشاط طبيعي بواحد الماده طبيعيه. زيت الحامض يمكننا نضيفوا اضافات عليه بواحد الزيت اللي فيه النسبه ديال الفيتامين او، وحنا الفيتامين او من بين الفيتامينات اللي كتحارب الشيخوخه واللي كتحد اللي كتعطي الرطوبه للبشره ديالنا، وغني بالمضادات الاكسده واللي كيقضي على الجذور الحره. بزاف النساء ما كيعرفوش شنو هي الجذور الحره. الجذور الحره سيداتي هي داك الكريمات اللي كديري كتدخل الجسم ديالنا، سموم يعني فيها الميركور يعني الزئبق، فيها الكورتيزول، فيها بعض المعادن اللي كتكون مضافه على ديك الكريمه اللي كديري، وكتخدم واحد المكان غير معروف يعني، وكاين بعض الشركات ما كيحترموش المعايير اللي خصها تكون في ذاك الكريمه، وخاصه سيدتي ملي كيكون عندك واحد المرض مزمن كتعالجي الغده الدرقيه، ولا عندك مشكل ديال بعض الامراض كتعالجيها بالدواء، وكتزيد تدخل داك المكونات اللي هي غير محروسه نهائيا وكتدخل الجسم ديالنا وكتمركز بعض المناطق في الجسم ديالنا، وخاصه المهم هنا الجانب الطبي كنهضر الجانب التجميلي، لان الكريمه الا كانت حامله الكورتيزول حنا الجسم ديالنا راه كينتج الكورتيزول، طريقه طبيعيه لا داعي باش نزيدو ندخلو حنا الكورتيزول بدون استشاره طبيه، لان الكورتيزول هي واحد الهرمون اللي كيمكن يوقع خلل في الجسم ديالنا بالخطا اللي كنرتكبو حنا مع الجسم ديالنا. امتنعي سيداتي على اي كريمه اللي تقدر تبيتيها على البشره ديالك ولا ديري بها التدليك، وخاصه من بعد الحمام، لان حنا ملي كنخرجوا من الحمام وبعض النساء انا كنشوف بعض المرات كنمشي للحمامات دابا اللي ولاو دابا كنشوف المراه ناعسه وكريمه ما كنعرفوش المركبات ديالها، كتقول لك انا كنجي مره كدير لي التدليك، كنبقى نشوف انا ديك المناظر زعما في الحقيقه خصنا نتفاداو هاد المشاكل هادي كلها باش ما نطيحوش في مشاكل صحيه. هادي بالنسبه للزيت الحامض، ممكن مثلا على مستوى البطن نديرو به مثلا، كنا ندركلو به جميع المناطق في الجسم ديالنا، غير هو التدليك بحركات دائريه ما نضغطوش على الجسم ديالنا ما نوركوش. علاش؟ لان كاين بعض الاكياس الدهنيه في الجسم ديالنا تقدر تكون مضره، ومني كندلكو بديك الطريقه مع ديك السخونيه يقدر يوقع فيها تمزق داخل الجسم ويعطينا بعض الالتهابات، هذه بزاف الناس ما كيعرفوهاش. نحركوا يعني نديروا الزيت بحركات دائريه خفيفه، الا درتي غير زيت وغير وضعتيه، الا درتي غير قطن راه كيدخل المسام وكيدير المفعول ديالو. بالنسبه لزيت القرنفل، زيت القرنفل حنا كنعرفوا القرنفل فيه مركبات كثيره، فيه معادن، فيه بعض الفيتامينات، فيه المركبه ديال فيتامين بي، يعني هذا الزيت هذا الا خدينا منه ما ناخذوش منه كميه كثيره، وخاصه الناس اللي عندهم الحساسيه واللي عندهم التهابات ديك الحميرار، مجرد البشره ديالهم كيخرجوا من الحمام كيلقاو فيها حميرار. انا زيت القرنفل كنصح به القدمين، يعني تاخذ منه واحد جوج قطيرات في تقريبا في واحد 100 مليلتر ديال الزيت العود ولا زيت اركان، وكديري القدم ديالك كديري حركات دائريه في القدم راه كافي باش يدير المفعول ديالو في الجسم، ولا كديري رؤوس الاصابع كدلك الرقبه ديالك من اللور راه كافي باش كيعطي المفعول ديالو بدون ما تبقى تضغط الجسم ديالك، ويقدر يعطيك حميرار، يقدر يعطيك التهاب، يقدر يعطيك بعض الحكه على الجسم ديالك، وخاصه ملي كتكون عندك الحساسيه. الزيت ديال السكنجبير، زيت السكنجبير هو من بين الزيوت اللي كتعطي واحد السخونيه للجسم ديالنا وكتعطي واحد الطاقه حراريه للجسم، دائما تستعمل بطريقه يعني صحيحه. الا كان مستخلص من السكنجبير راه كافي باش ناخذوا غير قطيره جوج دائما في واحد 100 مليلتر، يعني جوج قطيرات قطيره حتى جوج قطيرات 100 مليلتر ديال الزيت اركان ولا زيت العود راه كيعطينا المفعول الجيد بلا ما نكثروا في زيت السكنجبير ونسمعوه راه مفيد ونبقاو ندلكوا به، لان غالبا بحال دابا زيت السكنجبير مثلا ندهنوا به مثلا الرجلين ديالنا ركبه مثلا حركه دائريه وما نكثروش فيه دائما الحاجه ما نكثروش فيها، خاصة الناس اللي عندهم الضيقة. زيت القرفة، زيت القرفة هو من بين الزيوت اللي هي مهمة للجسم ديالنا وكتنشط الدورة الدموية حتى هي، غير بالنسبة إلا بغينا نستعملو كزيت القرفة يمكننا ناخدو غير معلقة ديال القرفة
مطحونه وكنكبوا عليها تقريبا واحد 12 معلقه ديال زيت العود، يعني معلقه ديال القرفه مع 12 معلق ديال زيت العود ونديروا لها باماغي. هذيك الزيت راها كافيه، لان ملاش كنقول انا زيت البلديه، لان الزيت البلديه عندها واحد القدره يعني قوه مغناطيسيه كتهز المكونات اللي هي ناقصه وكتاخذ غير المهم من المكون اللي خلطناه مع زيت البلديه، وراه كافي باش نديروا بها التدليك. واخا بالنسبه للزيت فليو، زيت فليو حتى هو من بين الزيوت اللي كتساعد الجسم على يعني كتعطيه واحد الحراره معينه، غير هو حتى هو ما نكثروش فيه دائما زيت السكينجبر وزيت القرنفل وزيت الفليو، هادو زيوت مجهده، وخاصه الناس اللي عندهم مشكل ديال الجهاز التنفسي ما نعطيوش شي حاجه اللي غتضر. كفينا فقط الا بغينا نستافدوا من المكونات ديال الفليو في المثل ولا الزيت، ناخذوه كمحلول ونضيفوا في الاضافه ديال الشوربه، وداك العشبه هي نرقدوها في زيت العود، وداك زويته هاد البلديه هي اللي ندلكوا بها. زيت النعناع، زيت النعناع من بين الزيوت اللي هي مهدئه، وخاصه ملي كيجي الانسان عيان ومريض كنحاولوا ما امكن يكون مثلا نديروا الربطه ديال النعناع في الماء، نديروا القدمين ديالنا، يمكن يكون عندنا زيت مرقد في النعناع، يعني والنعناع نعرفوه بلدي وما فيهش مواد كيماويه، لان غالبا دابا النعناع النعناع كيمص بزاف المواد الكيماويه وكتبقى محيطه في الجنب ديالو، يعني ما كيتخلصش منها، يمكننا يضرنا الا استعملناه وما عرفناش كيفاش الاستعمال ديالو. نحاولوا ما امكن الا كان النعناع ناخذوا النعناع من المكان ما فيهش المبيدات ولا ما فيهش مواد كيماويه، كنغسلوا الربطه ديال النعناع ونخليوها تقطر ونقطعوها طريفات صغار، بحال دابا كاس ديال النعناع كنضيفوا له كاس ديال زيت العود ونسدوا عليه فواحد القرعه باماغي، وهذاك الزيت كافيه باش ندلكوا بها. وزيت النعناع عنده فائده وانه مزيان حتى الفروه ديال الراس والناس اللي عندهم القشره. من بعد غادي نهضروا على ان شاء الله اهم الزيوت لتقويه الشعر. بالنسبه لزيت الكاليبتوس، زيت الكاليبتوس غالبا كيستعملوه الناس اللي عندهم مشكل ديال البروده في الجسم ديالهم والاوجاع بعض المفاصل، غير هو كيتاخذ حتى هو بواحد الطريقه. الا بغينا نستافدوا من زيت الكاليبتوس، اول حاجه كنديروا القدمين ديالنا هو الاول، وكنحيدوا القدمين ديالنا ونديروا واحد الربطه ديال الكاليبتوس في السطل، ونديروا القدمين ديالنا عاد كنبداو في التدليك وبحركه خفيفه. هو دائما الزيت اللي غندلكوا فيه ما ندلكوش بالزيت ديال العشبه مباشره على الجسم ديالنا، دائما نخفوه بزيت العود، لان ذاك زيت العود كياخذ الكافي اللي ناقص له فيه هو، يعني كياخذ المكونات اللي هي مهمه في ذاك الكاليبتوس، وكندلكوا به الجسم ديالنا بحركات دائريه. دائما التدليك يكون يعني بالليل، وملي نبغيو نعسوا من الاحسن باش كنستافدوا مزيان من التدليك. بالنسبه لزيت الخزامه وزيت اليازير، زيت الازير حنا كنعرفوا الفعاليه ديالو لا للجسم لا للشعر، من بين الاعشاب اللي كتعطي واحد الراحه للجسم ديالنا، واللي كتزود الجسم ديالنا بزيوت طياره، واللي الجسم ديالنا محتاج ليها في هذا الفصل هذا. وزيت الخزامه حتى هو نفس المفعول، نفس الخزامه مهمه للناس اللي عندهم مشكل ديال اللي كيجيهم البرد بزاف، وخاصه اللي عندهم الانتفاخ ديال اليدين والقدمين. فهاد الفصل هذا كيبانوا بزاف ديال الناس، هنا كيكون الدوره باينه، الدوره الدمويه ما كتوصلش، الاكسجين ما كيوصلش للاعضاء ديال المفاصل للاطراف ديال الاصابع، هنا كيعطينا الانتفاخ والدم كيتحقن في اليد وكيولي اليد ديالنا منفوخ والقدمين ديالنا، هنا كنحاولوا نخفوا بزيت الخزامه. إذن أكيد مازالين مواصلين رفقة خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ حول موضوعنا التجميلي على الأعشاب والزيوت للتدليك خلال هذا الفصل ديال الشتاء. غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. مرحبا بكل تساؤلاتكم التجميلية على 0522 28 00 60 61 62. ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامجنا مولاتي ورفقة خبيرة الشعر والتجميل حورية شويخ. غادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية. مرحبا بكل تساؤلاتكم التجميلية، وكنشكر المستمعة اللي من الصحراء اتي لي ميساج سلام من عند مستمعة ما قالش الاسم ديالها. أظن الاسم ديالها سهام، سهام من الصحراء يمكن. سهام المهم انا عقلت على انه مستمعه من الصحراء كتبلغ لنا سلام وكنشكرها بزاف. انا اللي عجبني فهمي كتقول هانيه مهنيه، هانيه مش عارف راسها عجبتني زوينه بزاف هاد هانيه مهنيه. سلمت على الطاقم كله. اي تحيه كبيره لكل مستمعينا الاوفياء في اقاليم الصحراويه، كنوجه لهم تحيه كبيره بزاف وكنحبوهم لله، وكنتمنى انهم يكونوا دائما كيسمعونا وكيستافدوا معنا من خلال برامجنا المتنوعه على ميد راديو. ناخذ اول مكالمه عيش الدار البيضاء. الو. الو صباح الخير لسناء. صباح الخير، مرحبا عيشه. الله يبارك فيك لسناء، كنبغي نشكرك بعدا في الاول. مرحبا. والطاقم التقني كله
الله يبارك فيك. وتحية للأستاذة سورية الشويخ. أيه مرحبا حورية الشويخ. الله يخليك. عندي غير واحد التساؤل. واحد السيدة نصحتنا بزيت الكافور المفاصل. أيه. ولكن هذا زيت الكافور ما عرفناش الاستعمال ديالو كيفاش. قالت لك هي مجربة عن تجربة. وبغيت لك ممكن الأستاذة سورية الشويخ تعطينا غير فيك. واخ.